حول هذه المواضيع وأكثر يسعدني أن أستضيف في الأستوديو الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ ياسر النكار. أستاذ ياسر أهلا وسهلا بك معنا اليوم. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أيضا يسعدني أن ينضم إلينا عبر زوم الناشط السياسي السوري الأستاذ أحمد حميد. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. تحياتي لك أستاذ عامر ولضيفك الكريم أستاذ ياسر وللسادة المشاهدين. أهلا بك وأتشرف بوجودي معكم بحلقة اليوم ببرنامج سوريا الآن. أهلا بك أستاذ حميد ونحن أيضا نتشرف بك. أستاذ ياسر دعني أبدأ من خلالك، إذا ما أردنا أن نقيس مدى تأثير الانتخابات التركية على الواقع السوري، يعني الكثير قال أن هناك تأثير كبير ولكن البعض يقول أن هذا التأثير لا يمكن أن نحسبه أو يكون في حسابات الانتخابات التركية، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني سأبدأ من مقدمتكم. الانتخابات في تركيا انتخابات مهمة على مستوى العالم وليس فقط على المنحى الداخل التركي، فما بالك في الدولة الملاصقة لتركيا وهي الدولة السورية وفي ظروف كظروف تعيشها سوريا والشعب السوري. هذا من جانب. من جانب آخر فعلا اليوم نحن في صراع في الدولة التركية ما بين مشروع له امتداد باتجاه المشرق، وأتكلم عن نظرية صفر مشاكل بدأها حزب العدالة ومن ثم انتقل إلى علاقات مميزة يعني مع دول سواء دول العربية أو حتى دول المشرق يعني بشكل عام الآسيوية، في حين أن المشروع الآخر هو مشروع ملتفت باتجاه الغرب بشكل كامل وهو يريد أن يعيد تركيا إلى حالة التبعية التي كانت تعيشها ما قبل عام 2000 عندما كانت تركيا فعلا يعني لصيقة أو ملتصقة بموازاة الجانب الغربي، وهو يصرح بذلك. هذا كلام واضح وجلي. أنا أعتقد أن اليوم المشروع التركي والعملية الانتخابية كما ذكرت سيكون لها من خلال مخرجاتها نتائج فعلا. هل تركيا ستستعيد حالة التبعية والانكماش كدول سياسي وفاعل وتلتصق بالحالة الدول الغربية أو القارة الغربية التي هي الآن تعاني حالة الضعف وحالة الانهاك خصوصا بعدما كان هناك ما يعرف بالحرب أو احتلال روسيا لأوكرانيا، أم أن تركيا ستستمر في مسيرة يعني بدأتها منذ حوالي 20 عام عندما كان هناك مشروع تعافي تركيا وانحلال تركيا من يعني من القيد الغربي، بحيث أن تركيا بدأت تخطط أن يكون لها حالة توازن ما بين الغرب وما بين الشرق. حاولت المعارضة في فترة سابقة أن يعني تشوه وتشيطن حال صورة أردوغان كرئيس للدولة التركية بأنه في حالة عداء كامل مع الدول العربية ودول الإقليم وحتى الدول الأوروبية وأصبح حالة محاصرة سياسيا. الواقع يفرض يعني يقول غير هذا بكثير. الواقع يقول أن هناك مصالحات ما بين الدولة التركية والدول العربية. الواقع يقول أن هناك نفوذ يكبر لتركيا على مستوى حل مشاكل في الإقليم، أتكلم عن مشكلة أذربيجان وأوكرانيا. إذا بالنتيجة من باب أولى أن يكون هناك انعكاس مباشر لنتائج الانتخابات على الواقع الداخلي في سوريا، سيما إذا علمنا أن تركيا أيضا لها دور ونفوذ في سوريا وخلال الفترة السنوات الماضية وخصوصا بعد التدخل المباشر العسكري لتركيا في مناطق بعينها. أعتقد أن تركيا هي بذاتها منشغلة في انتخاباتها ولكنها أيضا لا تستطيع أن تغفل أي اختراق أمني قد يأتيها من مناطق الجزيرة السورية والبيكاكا وسيطرتها هناك. لا تستطيع أن يعني أن تغفل عن أي تنامي والنفوذ الميليشيات الشيعية في مناطق شمال سوريا، ولا تستطيع أيضا أن تغفل عن يعني محاولات بعض الدول لأن تستغل هذه الانتخابات لكي يعني تسبب بضعضعة ومشكلة في داخل الانتخابات. إذا بالنتيجة أنا أتوقع أن الداخل السوري بصغيره وكبيره يتابع هذه الانتخابات وبالأخص السوريين المتواجدين في تركيا أيضا كحالة ليست بالقليلة. أتكلم عن حوالي 5 مليون سوري متواجدين في تركيا، جزء منهم حوالي 3.5 مليون في حالة لجوء ويعني بإشراف يعني مساعدات وما شابه. كل هذا الأمر يعني لأن تركيا يعني يتم متابعة العملية الانتخابية بترقب وتخوف بالغ أيضا، كون نعلم أن تركيا دولة ديمقراطية ليست شأنها شأن إيران. هناك معلوم النتائج الانتخابات
ما قبل الانتخابات بسنوات. نحن نعيش بواقع ديمقراطي ومؤسساتي، ونعلم أن الدولة التركية حتى فيما إذا فازت حزب، يعني فاز حزب العدالة، سيكون الفارق ليس بكثير وكبير، وبالتالي سيبقى السوريون في حالة قلق حتى لحظة إعلان النتائج. لذلك يدعو كافة السوريين أن تكون نتائج مبكرة، يعني أن تكون هذه النتائج بدورة واحدة محسومة، لا أن يكون هناك دورة ثانية قد ينشغل بالهم لفترة أطول بكثير.